السلام عليكم. قد كنت داعية السلام فمالهم بقذيفة قتلوك يا تفاحة. 6 سنوات منذ أن فوجع اليمنيون بمشهد قتل تفاحة وزينب وياسمين، المشهد الأشد بشاعة في عهد اليمن المعاصر. تقصف دور العبادة أثناء صلاة الجمعة ويستهدف متظاهرون عزل طالبوا بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فكان القتل عقابهم وبالأسلحة الثقيلة. 6 سنوات منذ رحلت أيقونة شهداء فبراير الشهيدة تفاح العنتري ورفيقاتها زينب وياسمين. 6 سنوات والقاتل لم يرتح، ما زال شاهرا مدفعه فوق سور المدينة، يستهدف مدنييها ويقنص أطفالها الأبرياء. إنه المخلوع صالح، القاتل القديم الجديد الذي ما تزال أنيابه الملطخة بالدم مغروسة في جسد مدينة تعز وغيرها من المحافظات. هذه المرة التحق به القاتل الإمامي ليتوحد الحقد على مدينة الثقافة الحالمة بالحرية والدولة المدنية الحديثة. تعرضت ثورة فبراير لمؤامرة إقليمية ودولية وضعف وتيه داخلي بالتأكيد. تطورت الأحداث وحصل الانقلاب، فاتجه معظم شبابها إلى مشروع المقاومة ضد المشروع الانقلابي الذي يحوي أعداء الجمهورية والدولة المدنية صالح والحوثي. لم تهدأ رياح الربيع بعد، فها هو إعصارها يعبر شعوب الإقليم والمنطقة، ويبدو أنه ينجز التغيير في أنصاره وأعدائه. أعزائنا المشاهدين، حول الذكرى 6 لرحيل تفاحة ورفيقاتها ورفاقها الشهداء وحول استمرار استهداف المدنيين في مدينة تعز، ستكون حلقتنا لهذا المساء أناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الناشط الحقوقي والصحفي محمد الأحمدي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخيرات، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. وقبل أن نبدأ حوارنا وكالعادة نذهب لمشاهدة هذا التقرير. لا يزال القاتل طليقا. مضت 6 سنوات منذ أن قتلت قوات المخلوع صالح المرأة المسالمة تفاحة ورفيقاتها زينب وياسمين في ساحة الحرية بتعز. قتلهن صالح وهن خارجات من صلاة الجمعة، حيث استهدفت قذائفه الثقيلة مجاميع المصلين وسط الساحة بغير اعتبار لحرمة الصلاة أو حرمة النساء المسالمات. تفاحة لم تكن امرأة قتلت وفقط، بل أصبحت رمزاً لمدينة مغضوب عليها، إذ لا زالت المدفعية التي قتلت تفاحة ترمي بحممها صوب المدنيين في تعز وتحصد أرواحهم بالآلاف. ورغم ما قدمته تفاحة ورفاقها الشهداء، إلا أنهم أهملوا من قبل السلطة الشرعية لدرجة أنهم لم يضموا في كشوفات شهداء الواجب ولا يحظى أهاليهم بأي رعاية. القاتل نفسه والضحايا المدنيون أنفسهم والمشهد السياسي نفسه أيضا، الحالمون بالحرية والدولة المدنية في جانب، وأعداء كل ذلك في الجانب الآخر وبعتاد أقوى وأكثر. كثيرون قتلوا بعد تفاحة وعلى مدى سنوات وحتى اليوم، لكن مشهد قتل تفاحة لخص كم الحقد على هذه المدينة وما تحمله من مشروع جمهوري يفتت مراكز الحكم القديمة ويسقطها. إبان الانقلاب استجمعت تعز نفسها ونهضت ترص صفوف المقاومين الذين رفضوا الخضوع للكهنوت والاستبداد مجتمعين في حليفي الانقلاب. نجحت المقاومة بتحرير أجزاء من المدينة ثم اندمجت في الجيش الرسمي التابع للشرعية، وحتى اليوم تحاول تعز الانعتاق من الاستبداد والتحرر من الانقلابيين، لكن دعم الحكومة والتحالف ليس كافيا للقيام بهذه المهمة. فإلى متى ستظل تعز ورقة ابتزاز بيد الأطراف السياسية الكبرى؟ ينتظر أبناء تعز الدعم العسكري اللازم لاستكمال معركتهم ضد الانقلاب، لكن يبدو أن التحالف حتى الآن لا يريد لهم هذا النصر. سالت دماء الأحرار ولا زالت تسيل فقط من أجل التخلص من المشاريع الصغيرة وتحقيق حلم الدولة المدنية التي خرجت من أجله تفاحة ورفاقها. أننا ماضون على نفس دربنا في عام 2011 إلى اليوم. إذن أستاذ محمد، 11/11/2011 تاريخ مميز ربما لا ينساه اليمنيون لبشاعة ما حدث في هذا اليوم، وربما نقلت وسائل الإعلام
كيف تم قنص المتظاهرين أثناء صلاة الجمعة في ذكرى السادسة لاستشهاد تفاحة وزينب وياسمين؟ ما الذي يمكن قوله في هذه الذكرى؟ شكرا لك أخت آسيا ومرحبا للمشاهدين، وشكرا لقناة بلقيس على دائما على يعني دوام التركيز في حفظ ذاكرة اليمنيين للأحداث المهمة في تاريخ اليمن واليمنيين. بهذه المناسبة الحقيقة التي لا تزال محفورة في ذاكرة الأجيال، أتوجه أولا بالعزاء لكل أسر الشهداء وشهيدات في ركاب الحرية والكرامة في اليمن، والذين لا تزال دماؤهم تنزف بغزارة منذ انطلاق ثورة الحرية والتغيير والكرامة في فبراير 2011. لا يزال المجرم يمارس هوايته المفضلة في قمع واستهداف اليمنيين ومحاولة إسكات أصواتهم المستمرة والمتعالية والمرتفعة المطالبة فقط بالحرية، بالكرامة، بالعدالة، بالمساواة، بدولة دولة القانون والحكم الرشيد، دولة التي يشارك اليمنيون كلهم في صناعة القرار، أن يشعر اليمنيون بأنهم مواطنون فعلا على هذه الأرض ولهم الحق في كل ما يستحقونه من حريات سياسية ومدنية. في هذه الذكرى في الحقيقة كلما نتذكر مشهد اغتيال الشهيدة تفاحة ورفيقاتها أثناء خروجهن من صلاة الجمعة في ساحة الحرية بتعز، يعني ينتاب الإنسان في الحقيقة هزة عميقة، لأنه مشهد غير مألوف في عرف اليمني الأصيل والمجتمع اليمني المعروف بقيمه وأخلاقه، لا يستهدف النساء، لكن المخلوع صالح كان يستهدف النساء، هو أول من سنة سيئة في الواقع في الحقيقة في الواقع السياسي وفي حياة اليمنيين باستهداف النساء أثناء اعتصام أو تجمع سلمي، بدل أن يكون من مسؤولياته حينها حماية هؤلاء المتظاهرين كان يختار طريقا آخر هو طريق الجريمة، وبشكل بشع ومتوحش في اغتيال امرأة يمنية، كل يعني جريمتها أنها خرجت لتشارك الرجال وأبناء اليمن صوت من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وبالتالي كان هذا المشهد مؤلما ولا يزال وسيظل في وجدان اليمنيين يتذكرون هذه المشاهد، وبالتحديد المشهد الذي شهدته ساحة الحرية في تعز. هذه الساحة في الحقيقة لها رمزية خاصة في ضمير اليمنيين، لأنها كانت أول ساحة تنصب فيها الخيام، خيام الاعتصام للمطالبة بالتغيير في اليمن. لنتذكر أن أول خروج لليمنيين كانوا يطالبون بالتغيير في اليمن، بالحرية، بالعدالة الاجتماعية، ولذلك شن عليهم النظام، نظام المخلوع صالح، هجومه المتوحش والقمع المستمر، وارتكب تلك الجرائم البشعة. ساحة الحرية إلى اليوم لا تزال أيضا تحتفظ بطابعها السلمي رغم الحرب والعدوان الذي استمر صالح في شنه على تعز وعلى اليمن بشكل عام، وتحالف حتى مع ألد أعداء المجتمع اليمني، مع التاريخ اليمني، ألد أعداء التاريخ اليمني، ألد أعداء الهوية اليمنية، الحوثيون، يعني مخلفات الإمامة الكهنوتية، هذه التي كان صالح يتشدق بعدائها طيلة 30 سنة من حكمه، لكنه ما لبث أن تحول إلى عكفي، أو ظهر أنه مجرد عكفي لدى هذه الميليشيا ولدى هذا المشروع الإمامي المتخلف. الذكرى السادسة لاغتيال شهيدات ساحة الحرية يعني تذكرنا دائما أن صوت الحرية لا يزال مستمرا، أن جبروت وطغيان النظام القمعي في محاولة إسكات هذه الأصوات أخفق وفشل فشلا ذريعا، بل سقط حتى أخلاقيا، وهو اليوم لا يزال يمارس هوايته أيضا حتى هذه اللحظة بالقتل. نعم. يعني نعم، هناك من يتساءل أستاذ محمد إذا سمحت لي بالمقاطعة، يعني ما زالت آلة القتل مستمرة، ما زال المدنيون يسقطون، النساء، الأطفال،
هناك من يتساءل ربما يعني ما أهمية إحياء مثل هذه الذكرى خصوصا في ظروف مماثلة تشهدها تعز وربما أسوأ، يعني تعز تمر الآن بفترة حصار، قتل المدنيين، قصف قنص، أكثر من حالة أو طريقة للموت. إحياء ذكرى اغتيال الشهيدات تفاحة ورفيقاتها في ساحة الحرية وغيرها من مسلسل الجريمة الممتد والمستمر للمخلوع صالح ثم لاحقا مع حلفائهم الحوثيون مهم جدا، لأولا لحفظ ذاكرة اليمنيين إزاء هذه الأحداث المؤلمة وإزاء هذا القمع والتوحش تجاه المجتمع اليمني. اليمنيون الذين منحوا صالح كل شيء، منحوه الزعامة وحكم البلاد والتسلط والثروة والسلطة وكل شيء، ولكن لم يمنحهم سوى القذائف والموت والقتل. وبالتالي إحياء هذه الأحداث أو ذكرى هذه الأحداث مهم لحفظ ذاكرة الأجيال والتذكير دائما بالأهداف والمبادئ التي ضحى من أجلها هؤلاء وسقطوا شهداء في سبيل هذه المبادئ وهذه القيم. وفي نفس الوقت هذه الأحداث تضعنا جميعا أمام المشهد الحقيقي بحيث لا يكون هناك اجتزاء لمسيرة النضال لليمنيين من أجل الحرية ومن أجل الدولة العادلة ودولة القانون والحريات والحقوق. اليوم نشهد أيضا استهداف وهو جزء من السياسة الممتدة للنظام المخلوع في يعني في قتل واستهداف اليمنيين. بالأمس يتم يعني استهداف إحدى الفتيات في تعز بينما كانت تنزح من قريتها في الأشروح بسبب القصف العشوائي لميليشيات المخلوع والحوثيين، وفي طريقها ينفجر بها لغم أرضي. هذه حادثة واحدة من كثير مئات من الحوادث، ولكن نعم. للتذكير فقط بأن مسلسل القتل والاستهداف لليمنيين لا يزال مستمرا ولا يزال القاتل طليقا كما أشير في تقريركم. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ محمد أن تنضم معنا في هذه الحلقة الأستاذة إسراء محمد الطيب وهي ابنة الشهيدة تفاحة. مساء الخير أستاذة إسراء. مساء النور يا أستاذة. أهلا بك معنا إسراء. يعني في ذكرى السادسة لرحيل أيقونة شهداء فبراير الشهيدة تفاحة وزميلاتها أيضا، نود أن تحدثينا عن تفاصيلها، عن مرور 6 سنوات يعني لهذه الجريمة واللحظات التي يعني عشتوها منذ تلقيك الخبر حتى هذه اللحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كان هذا اليوم يوما فاصلا في تاريخ ثورة 11 فبراير، يوما فضح المخلوع علي صالح امام العالم بقصفهم مصلى النساء ببث مباشر، وكان ما زال كافيا لتقديم المخلوع علي صالح الى المحاكم ومحاكمته في استهدافه النساء وهو محرما في القوانين الدوليه والاعراف. من تلك اللحظه الى اليوم تعيش تعز هذه الذكرى وهي محافرة بقصفها من المخلوع وصالح، حتى أن عدد ضحايا القصف منذ عام 2011 إلى اليوم تعدى 300 امرأة، هذا من غير الشباب والأطفال والشيوخ الذين يستهدفون يوميا بقذائف الموت المنشاوي الدموي. نعم. إذا إسراء يعني أظن أنك خلال 6 سنوات يعني قدمت الكثير من خلال متابعتنا، لم تنسي حق والدتك ولا حق الشهداء الذين رحلوا، دوما تطالبين بهذا الحق. حدثيني عن يعني بعض الخطوات التي قمت بها لتوثيق الحادثة، للمطالبة بحقوق الشهداء، يعني بأكثر من خطوة ربما قدمتيها. طبعا نحن في كل ذكرى من كل سنة نحاول أن نبرز شيء معين لإعادة الناس لهذه الذكرى، قد تكون إعلاميا وقد تكون متابعة حقوقية وقد تكون في مساعدة بعض الأسر. وأيضا نحن هذه السنة ناشدنا الحكومة أنه يعني بإعطاء الشهيدات والشهداء الرواتب، يعني قانون يعني تم صدور القانون في عام 2012 بإعطاء الشهداء ثورة فبراير رواتب، وإلى اليوم
لم تتم هذا يعني إلى اليوم نفذ في عام 2017 وتم إسقاط الشهيدات وبعض الشهداء. فنحن يعني حبينا من هذه الذكرى نوصل صوتنا إلى العالم وإلى الناس وإلى الحكومة. يعني اسمحي لي إسراء، يعني تم صرف رواتب لجميع الشهداء عدا الشهيدات، أسقطت أسماءهم؟ أيوة. ما السبب؟ هل تبعتم الحدث؟ يعني ما هو سبب ذلك؟ أيوة. اسمحي لي يعني بس حتى استوضح، الشهداء الذين يعني قتلوا في 2011 تم تسليم رواتب لهم الا الشهيدات؟ يعني هو لحد الان يا استاذه اللي سقطوا 76 شهيد وشهيده. نعم. لكن في هنالك سقطت اسماء من الرجال، ولكن النساء اسقطن كاملا. نعم. يعني هؤلاء جميعا 76 من شهداء 2011. ايوه 76 من شهداء 2011. طيب ما هي الأسباب؟ هل تابعتم الموضوع؟ ماذا قالوا لكم؟ تابعت الموضوع، فكان كان الرد مع يعني كان الرد رد واقعي، إنه يقول أن التحالف لا يقبل نساء مجندات. يعني هم فسروا إسقاط الشهيدات أن التحالف لا يقبل نساء مجندات، فلذلك أسقطهم. يعني على اعتبار أن الشهداء كلهم كانوا مجندين، يعني نحن نعلم أن شهداء 2011 كانوا في ثورة سلمية لم يجند أحد منهم. فلذلك هم أنزلوهم بأن القانون كان بصرف راتب جندي لكل شهيد، فأنزلوهم مجندين. نعم نعم. فأسقطوا الشهيدات أنهن مجندات. طيب إذن يعني إذا كان التحالف لديه هذه النظرة القاصرة للمرأة، ونحن نعلم يعني هذه الإشكالية بالنسبة لهم، ماذا عن الحكومة الشرعية؟ هي تعلم أن من قتلوا في 2011 كلهم مدنيين، أن لا فرق بين الرجل والمرأة، جميعهم خرجوا لساحة الحرية للمطالبة بنفس المطالبات، ما هو رد الحكومة التي لم تستطع أن تتبني على الأقل هؤلاء 76؟ في الحقيقة يا أستاذتي الحوثي وصالح ساوى بين الرجل والمرأة بالقتل والقصف، ولكن حكومتنا والقيادة الشرعية لم تستطع إنصاف حق أولئك الشهيدات، وكان أول شيء هو إسقاط أسمائهم. طبعا لم يظهر إلى اليوم أي مسمى حكومي بإنصافهم. وكان هنالك يا أستاذة أشكر قناة بلقيس للنظر لهذا الموضوع، يعني إلى اليوم هنالك تعتيم، لا أحد ينظر لهذا الموضوع ولا أحد يناقش هذا الموضوع. نعم. إذا إسراء يعني تابعت أنا الكثير من مقاطع الفيديوهات التي ظهرتي فيها، الفيديو أيضا الذي قمتم بعمله أنت وأخوك وبعض الشباب لأجل إيصال رسالة الشهيدات لجميع العالم. هل لديك أي خطوات أو أفكار للمتابعة بهذا الحق الذي تطالبين للشهيدات جميعا التي سقطت أسماءهن؟ ماذا لديك للمستقبل؟ ما هي خطواتك القادمة؟ خطواتي القادمة بإذن الله هي المجال الحقوقي، لأن الحق ينتزع، وحقنا من علي صالح والحكومة والجميع، كل من سيحاول أن يسقط أي حق من حقوق الشهداء سيتم. نعم. المتابعة حقوقيا، ويتم فضحه على وسائل الإعلام وأمام العالم أجمع، لأن هؤلاء يعني سواء حكومتنا هم كانت ثورة 2011 هي السلم لطلوعهم إلى هذه المناصب، فمن حق أسر شهداء 2011 أن يعيشوا بكرامة وأمان. نعم. ويجب أن كل طفل يبتسم ويفخر بأن أباه شهيد، وأنه لقى الرعاية الرعاية المسموحة أو المبجلة له بأنه ابن شهيد أو ابنة شهيدة. نعم. إذن شكرا جزيلا لك إسراء محمد الطيب ابنة الشهيدة تفاحة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ محمد، ما رأيك بالذي استمعت إليه؟ إسقاط 76 شهيد، النساء كلهن أسقطن، والعذر أن التحالف لا يقبل للأسف مجندة. عذر أقبح من ذنب كما يقولون. أولا مثل هذه الأعذار تؤكد مجددا أحقية أو صوابية المطالبة بالتغيير. يعني إذا كانت هذه العقلية لا تزال يعني تتعامل مع المرأة وهم أنظمة حكم على أنه لا تستحق
الرعاية في حين أنها شهيدة في مطالب حق ويعني تستبعد من كشوفات شهداء الواجب، أعتقد أن هذا يؤكد مجدداً صوابية المطالب بالتغيير. التغيير، ما هو التغيير؟ التغيير هو تغيير هذه العقليات، هذه النظم التي يعني تصنع مثل هذه المآسي. يعني كيف يمكن أن يتم استيعاب أسماء الشهداء كشهداء واجب بينما تستبعد النساء بحجة أنه لا يوجد مجندات ضمن أنظمة أو لوائح أو قوانين هذه الدول أو هذه الأنظمة؟ لكن بالمقابل أيضا العتب على الحكومة الشرعية التي يفترض أن تكون هذه ضمن أولوياتها. مسألة شهداء الواجب هي مسألة ضمن أولويات الحكومة الشرعية. لنرى مثلا بالنسبة للميليشيات الحوثية، يعني على الأقل هناك نوع من الاهتمام. هذه الميليشيات عمدت على مدى 3 سنوات من الانقلاب إلى يعني تسجيل آلاف من يسموهم الشهداء ضمن كشوفات، وتقوم بصرف مستحقات لأسر هذه هؤلاء القتلى الذين سقطوا في حقيقة في حروب تمرد ضد الدولة وضد المجتمع وفي عدوان واضح. فكيف يمكن إغفال شهيدات الواجب اللواتي سقطن يعني وهن يشاركن في تظاهرات سلمية وفي احتجاجات تطالب بالتغيير وبالعدالة وبمطالب حقيقية وتستحق المناصرة؟ أعتقد أن هذا عذر أقبح من ذنب ولا يمكن القبول به، وهو في الحقيقة ينتقص من شرعية حتى الدولة اليمنية التي تسعى للتمييز. كيف يمكن أن يتحدث أيضا يعني مسؤولو الحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي أو أمام المنظمات الدولية عن مسألة مكافحة التمييز ضد المرأة وهم يمارسون سياسة التمييز حتى ضد المرأة وهي شهيدة يعني وتحرم أو يحرم أقاربها وأولادها من نوع من يعني هذه المكافآت، وإن كانت رمزية أو مرتبات شهداء الواجب لكنها تعبير رمزي عن مدى الاحترام والتقدير لهذه التضحيات ولهذه الدماء التي سالت في سبيل مطالب حق يعني. وهذه الدماء أيضا كانت هي الطريقة التي عبر من خلالها هذه النخب الحاكمة اليوم في اليمن للوصول إلى السلطة والتربع على عرش الحكم في البلاد والثروة، وهي مسؤولة مسؤولية كاملة قانونية وأخلاقية وإنسانية عن مسألة رعاية أسر الشهداء والاهتمام بهم بشكل فوري دون الحاجة إلى مطالب وإلى اعتصامات وإلى للتذكير دائما بحق هؤلاء الشهداء على الدولة وعلى المجتمع. نعم أستاذ محمد، يعني 6 سنوات لا زال يمن يبحثون عن وطن مسروق ومدمر، برأيك هل نحن أمام مرحلة فارقة الآن في تاريخ تحولات البلد التي يخوضها اليمنيون خاصة التحولات الوطنية؟ بالطبع، يعني هذه نقطة تحول. أنا كنت تحدثنا في بداية الحلقة عن لماذا التذكير دائما بأحداث مثل هذه الأحداث، لأنها تمثل تحولات مهمة في مسيرة الشعوب في النضال من أجل الحرية ومن أجل دولة القانون والحكم الرشيد. وبالتالي إعادة التذكير دائما بهذه الأحداث أيضا هي مسؤولية كبيرة حتى على عاتق النخب السياسية والمناضلين في الدفاع عن حقوق الإنسان، أيضا لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه مجرمي الحرب ومجرمي الانتهاكات أو المتورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان. أعتقد أن اليمن خلال 6 سنوات شهدت تحولات كثيرة ومتعددة، لكن كان أكبر خطر ضرب في صميم المشروع الوطني النضالي هو الحصانة التي منحت لمجرمي هذه الانتهاكات والتي قادت البلاد إلى أتون حرب وشجعت المجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان على التمادي في ارتكاب المزيد من جرائم الانتهاكات وصولا إلى إشعال فتيل الحرب في كل ربوع اليمن
ونشهد اليوم مآسي مستمرة ودائمة ومتفاقمة بسبب أو جزء من السبب أو السبب الرئيسي هو إفلات المجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان من العقاب، وبالتالي هذا الإفلات أشاع مناخا مواتيا لمنتهكي حقوق الإنسان للإفلات من العقاب والاستمرار أيضا في جرائم الانتهاكات بحق المجتمع اليمني. الأحداث المتوالية والمستمرة منذ 2011 تؤكد أو تصب في مصلحة أو في حقية هذه المجتمعات وفي صوابية خروج اليمنيين للمطالبة بالتغيير وإسقاط النظام الفاشي الذي سام اليمنيين سوء العذاب وقاد اليوم كل هذه المآسي، قاد البلاد إلى كل هذه المآسي انتقاما من الشعب، وبالتالي لم يكن جديرا بثقة اليمنيين طيلة عقود لأن يكون حاكما، بدليل أنه قاد اليمن إلى هذه الحروب وهذه المآسي انتقاما من حقهم في المطالبة بالتغيير. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ محمد أن تصدر المشاهدين للذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. لنمعن النظر قليلا لا مستقبل يضيء في أعينهم فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة، فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن. الطفولة في زمن الميليشيا. بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ محمد. أستاذ محمد، نتطرق بالحديث عن تعز بطبيعة الحال، يعني تحدثت الأخت إسراء أنه ربما يعني هناك إحصائية لقتل 300 امرأة فقط ما بين قنص، لغم، يعني قصف مباشر وغير مباشر. برأيك يعني تعز هي عاصمة الثورة، تمثل قلب الهوية والحرية أيضا بحسب متابعين، هل ما تدفعه الآن تعز ثمن لخروجها في 2011؟ بالتأكيد جزء من هذه المجازر اليومية والوحشية تجاه أو ضد أبناء تعز والحصار الخانق والعقاب الجماعي الذي تمارسه ميليشيات المخلوع صالح وحلفائه الحوثيون انتقاما من مواقف تعز. تعز كما أشرت في السؤال والذي يتضمن الإجابة بالتأكيد أنها قلب الثورة وهي نبض أو القلب النابض بالثقافة وبالهوية اليمنية، وكان تعز أو ساحة الحرية في تعز كما أشرنا هي أول ساحة تنصب فيها خيام الاعتصام للمطالبة بالتغيير. واليوم أبناء تعز يقدمون تضحيات جسيمة، اضطروا شباب ثورة فبراير للتوجه إلى الجبهات وحمل السلاح دفاعا عن أنفسهم وعن مدينتهم في مواجهة غطرسة وطغيان وعدوان ميليشيا الحوثيين. نجحوا خلال 3 سنوات في كسر محاولات إرغام تعز على الرضوخ لسلطة الميليشيا الإمامية المتخلفة وعكفتها، وقدموا في الحقيقة تضحيات كبيرة ولا زالوا مستمرين في هذا المضمار. تعز اليوم تتحمل نصيبا وافرا من حقد المخلوع صالح وميليشيات الحوثيين بسبب أيضا مواقفها التاريخية في مناهضة الظلم ومحاولة الاستفراد بالسلطة والثروة والاستبداد السياسي. الميليشيا الحوثية وعكفتهم ويعني وحلفائهم يكرهون تعز لأنها تحمل مشاعل الثقافة والحرية
والمدنية، وبالتالي حاولوا مستميتين معاقبة تعز وأبناء تعز بشتى وسائل التنكيل والقتل والدمار والقصف العشوائي والاعتقالات والسجون والحصار، يعني بل صادروا حتى أيضا المعونات والمساعدات الإغاثية التي تذهب أو تحاول المنظمات إدخالها إلى تعز. نعم. اسمح لنا أيضا أن ينضم معنا المحامي نجيب قحطان مدير عام مكتب الإعلام بتعز. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور أستاذ عزيزة. أهلا بك أستاذ نجيب. يعني شهدت ساحة الحرية تفاحة وزينب وياسمين حاضرات في الذاكرة اليمنية وفي وجدانهم أيضا، لكنهن للأسف غائبات في عند الحكومة القيادة السياسية. ما هو تفسيرك لهذا الغياب؟ معي سيدتي العزيزة، بكل أسف شديد نظام صالح قتل ثوار 11 فبراير من أجل إسناد الثورة ضد إسقاط عرشه، وأتمنى أن لا تتكرر أو تكرر حكومتنا الشرعية قتل أسر الشهداء مرة أخرى بحرمانهم من مستحقاتهم واعتماداتهم الشهرية واعتمادهم كشهداء وصرف كل مرتباتهم واستحقاقاتهم كنوع من أنواع جبر الضرر لأسر أولئك الشهداء. ما يتم من حرمان الشهداء وبالخاصة شهداء ثورة 11 فبراير من عدم إدراجهم ضمن مستحقات الراتب الشهري، تلك جريمة ربما مضاعفة عن جريمة القتل، كون الشهيد خرج من أجل هدف ما، هدف معين، هدف ثاني، ولكن أن يتم حرمانه وحرمان أسرته من استحقاقه الشهري فتلك جريمة مضاعفة ربما تضاعف ألم الأسرة وتكسر جرحها وتزيد به جرحها وتكسر قلبها مرة ثانية وثالثة ورابعة. يجب على الحكومة أن تكون عند حسن المستوى في معاملتها في هؤلاء الشهداء، لأنه لولا أولئك الشهداء لما كان اليوم لهذه الحكومة أن تتربع في عرش مواقعها التي الآن تحصدها حاليا جراء دماء تلك الشهداء. نعم أستاذ نجيب، يعني كانت معنا ابنة الشهيدة تفاحة إسراء وحدثتنا عن أنه تم إسقاط 76 اسم لشهداء 2011، أغلب النساء تم أو كل النساء تم إسقاط أسماءهن بحجة أنه لا يوجد لدى التحالف مجندات فبالتالي لن يصرفوا لهن راتب. يعني هل تقبل الحكومة بذلك وتصمت ويعني تسهم في إنهاء حق هؤلاء الشهيدات؟ اسمح لي أولا نوضح أن عدد الذين تم إسقاطهم هم 86 شهيد وشهيدة. نعم. وليست فقط خاصة بالنساء فقط، وأيضا لا دخل للتحالف بإسقاط الشهداء والشهيدات وعدم اعتماد رواتبهم نهائيا. من إذن؟ هل الحكومة؟ نعم، هو الأمر تختص به الحكومة الشرعية ولا علاقة للتحالف. التحالف تعامل فقط مع أسماء المجندات في 2017 ولم يتعامل مع شهيدات 2011 له وضع آخر. لم يكن التحالف آنذاك يختص بشهداء ثورة 11 فبراير، هذه فقط مجرد الأعذار الواهية التي تضاعف أيضا معاناة تلك الأسر وهي تبحث عن السبب الحقيقي في إسقاط فردات أكدادهم وعوائلهم وشهدائهم. نعم، إذن ما هو تفسيرك لهذا الإهمال؟ يعني هو ليس إهمال فقط، هذا يعني تجاهل لحق جزء من المجتمع. يعني منذ متى والحكومة اليمنية أو قوانين الحكومة اليمنية لا تساوي بين المرأة والرجل في خصوصا في حق كهذا؟ الجميع خرج إلى الساحة وطالب بنفس الحقوق وحصل له ما حصل. للأسف الشديد الحكومة الشرعية حتى الآن تنظر بنظرة قاصرة تماما في تعاملها مع الأحداث ومع أبنائها الذين خرجوا وضحوا بدمائهم من أجلهم. الحكومة الشرعية غائبة تماما عن المشهد الحقيقي وعن المشهد العام خاصة في محافظة تعز. ربما أنهم لا يعلمون أن أولئك أسر الشهداء يحتاجون أشد الحاجة إلى راتب يعول أطفالهم ويعول أسرهم جراء تلك التضحيات. هذا أصلا ليست مكرمة، هو حق يفترض إن كان هناك حكومة تحترم نفسها ويحترم مواقعهم الذي هم يتربعون الآن عليها أن تكون رواتب تلك الوزراء خاصة بأسر الشهداء.
وأن تكون مستحقات الوزراء الذين الآن يجلسون في فنادق الخالد. يجب أن تنقل تلك المستحقات كاملة لأسر الشهداء، لأن أسر الشهداء هم الذين يعانون الآن الألم والمعاناة الحقيقية. أما أن يظل أولئك الوزراء ينظرون فقط من خلف الشاشات لمعاناة شعبهم ومعاناة أبنائهم دون أن يتحرك لهم ضمير، فهؤلاء لا يمكن أن يمثلونا أو أن نظل نحافظ عليهم ونتمسك بهم. هؤلاء الثورة، ثورة 11 فبراير خرجت ضد إسقاط نظام فاسد متكامل، لم تخرج ضد قضية شخصية ولم تخرج لمخرج حزب معين أو فئة معينة، خرجت ضد نظام فاسد متكامل. استطاعت أن تقتلع نظام صالح عرشه وأن تصعد نظام الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته الشرعية، ولا يجب الآن أن يتم التعامل مع هؤلاء الشهداء. نعم، عند هذه النقطة اسمح لي أستاذ نجيب، يعني كان هناك تحذير كتبته في صفحتك حول ضرورة اعتماد شهداء 2011 ودفع كل حقوقهم منذ تاريخ استشهادهم حتى هذه اللحظة، أو سيكون هناك خروج بمسيرات أو دعوت للخروج بالمسيرات العارمة لتطالب بإسقاطهم وإسقاط فسادهم أو إسقاط حكمهم كما قلت. هل هذا توجه جاد ستسعون إليه في حال لم تفي الشرعية أو وحكومة هادي للإيفاء بالتزاماتها؟ نعم يا سيدتي العزيزة، لن نسمح لأن يقتل شهداءنا مرتين. نحن حينما خرجنا من أجل إسقاط النظام الفاسد، لا أن يمارس ضدنا فساد بحلة جديدة وباسم جديد وبشكل جديد. نعم، سنخرج بمسيرات عارمة تطالب بإسقاط النظام إن لم يحترم دماء شهدائنا وإن لم تقدر تضحيات هؤلاء الشهداء وإن لم تقدر حاجة أسرهم. الآن أسر الشهداء يلجؤون إلى أكثر من أسلوب، إلى أكثر من شيء، حتى يسدون رمق جوعهم. أطفالهم لا يستطيعون أن يدخلون المدارس، لا يستطيعون أن يبدوا قوت يومهم. أسر الشهداء تتعرض لأشد أنواع التمثيل المعيشي في الحياة. كان لهم عائل يسد ربما رمق جوعهم، لكن الآن بعد أن ذهب عائلهم لا يجدون ما يسدون رمق جوعهم. ومن أجل ذلك سنخرج نعم بمسيرات عارمة نطالب بإسقاط النظام ما لم تراجع حسابها في اعتماد هؤلاء الشهداء وتصرف رواتبهم ومستحقاتهم كاملة من 2011 من يوم استشهادهم حتى هذه اللحظة، لا أن يتكرموا علينا بمكرم شهر أو شهرين. هؤلاء شهداء. نعم، فقدنا الاتصال. عموما أظن أن رسالتك وصلت كاملة أستاذ نجيب قحطان المحامي ومدير عام مكتب الإعلام بتعز. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ نجيب، أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني تعز الآن من تلك المجازر التي نالت ساحة الحرية إلى حصار خانق لكل منافذ المدينة تقريبا، قتل وقنص وقصف أيضا، هل يمكن، يعني هناك من يطرح أن ما يحصل من جرائم اليوم هو امتداد لجرائم النظام في ساحة الحرية وإنما ربما توسعت دائرة القتل؟ بالطبع، بالتأكيد. يعني أولا دعيني أؤكد فقط على مطالب الأخ نجيب مدير الإعلام في تعز، وفي الحقيقة أحيي فيه هذه الشجاعة، في وهو يعني موظف حكومي، في المطالبة بحقوق يعني مستحقة لأشخاص أو لضحايا يستحقون التكريم وعلى أقل تقدير يعني. وبالتالي أعتقد أنه يتوجب أيضا على الآخرين أن يرفعوا أصواتهم بهذه المطالب وأن يكون هناك خطوات للضغط على الحكومة. أظن أنه إما أن تكون الحكومة اليمنية الشرعية ينطبق عليها القول بأن يعني الضرب في الميت حرام، وبالتالي لا نريد أن تكون هذه الحكومة ميتة، ولا يمكن أن يستمر الناس في توجيه هذه الانتقادات أو مثل هذه الانتقادات للحكومة وهي تغض الطرف أو تتظاهر بعدم الإنصات والاستماع لهذه المطالب، أو أن عليها أن تتحرك وتوضح وتشتغل على كافة الملفات، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي هي أحوج ما تكون لالتفاف عامة الشعب حولها للعبور إلى الضفة الأخرى وتجاوز هذه الأحداث والمرحلة العصيبة التي يشهدها اليمن.
ما يتعلق بسؤالك حول إن كانت هذه المجازر المستمرة اليوم هي امتداد للمجازر المروعة في 2011، بالتأكيد وكنت قد أشرت إلى أن أكبر كارثة تورطت فيها حتى النخب السياسية في اليمن هي تواطؤها مع نظام المخلوع الصالح في توفير الحصانة لمنتهكي حقوق الإنسان وعدم محاسبتهم، وبالتالي إشاعة مناخ للإفلات من العقاب. هذا المناخ وفر بيئة خصبة لشن حرب على نطاق واسع وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المجتمع اليمني. تعرضت للقصف العشوائي وتتعرض يوميا للقصف العشوائي، للقنص، للألغام المزروعة على نطاق واسع وفي الطرقات الرئيسية وفي كافة الأماكن، وكل يوم تحصد أرواح المزيد من المدنيين. تعز تعرضت لتدمير كبير في البنية التحتية وتدمير للقطاعات الخدمية بما في ذلك القطاعات الصحية، وتعز أيضا تعرضت لحصار خانق وبالتالي عقاب جماعي ضد أكبر مدينة من حيث الكثافة السكانية. كل هذا بسبب التغاضي أو عدم محاسبة منتهكي جرائم حقوق الإنسان خلال أحداث 2011، رغم أنه كان هناك مطالب مستمرة بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم الانتهاكات. كان هناك تواطؤ للأسف الشديد من قبل النخبة السياسية، وهنا أتوجه بمرة أخرى يعني بمناشدة للنخبة السياسية المحسوبة على ثورة فبراير ألا تفلت مرة أخرى لمطالب المجتمع اليمني، وألا تخون هذه المطالب وتذهب للبحث عن الفتات أو للتقاسم والمحاصصة، الأمر الذي سيؤدي بها أخيرا إلى الخروج من اللعبة تماما. اليوم حتى هذه النخب أيضا تتجرع التبعات السكوت أو الصمت أو التواطؤ عن الانتهاكات التي جرت في 2011 ومنح الحصانة للقتلة. أيضا هذه النخب للأسف تواطأت أيضا مع النظام السابق في منحه فرصة لدور سياسي، للعب دور سياسي، وهذا اللعب كان هو الذي هيأ لأن تشهد اليمن أسوأ حرب وأسوأ كارثة إنسانية تشهدها البلد على مدى التاريخ بسبب هذا التواطؤ وبسبب هذه الغفلة السياسية التي قادت إلى هذا الدمار. مع امتداد هذه الحرب على اليمن منذ 2011 أستاذ محمد، أخيرا يعني انخرط العديد أيضا من الثوار في المقاومة الشعبية، هل تجد أن هذه المقاومة يعني أتت لأجل، طبعا هي أتت لأجل أهداف ثورة فبراير الدولة المدنية، لكن هل ستكون هذه المقاومة رافعة العدالة الحقيقية التي يعني ستسعى لتحقيق تلك الأهداف؟ أعتقد أن شباب ثورة فبراير الذين توزعوا في مختلف الجبهات ويذودون عن قيم الجمهورية اليمنية وعن العدالة وأيضا يدافعون أو يستخدمون حق الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة عدوان ميليشيا لها تاريخ ممتد من العنف والتمرد عن الدولة وضد نظام مستبد ونظام فردي خرج الناس عليه للمطالبة بالتغيير وإسقاطه، ستظل مطالب ثوار فبراير حاضرة خلال مسيرتهم النضالية. التغيير هو مطلب عادل، إرساء مبادئ الحكم الرشيد والعدالة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان وتحقيق الرفاهية للمجتمع اليمني، هذه مطالب عادلة. صحيح. والنضالات اليوم مستمرة في هذا السياق، وشباب ثورة فبراير وتضحياتهم لن تذهب سدى، وفي الأخير سيكون أمام اليمنيين بإذن الله يعني مهما كانت حجم التضحيات والمآسي والأوضاع قاتمة، لكن سيكون أمام اليمنيين فرصة كبيرة لاستعادة الدولة وبناء دولة العدل والقانون والحقوق والحريات. صحيح. إذن شكرا جزيلا لك محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في هذه الحلقة. وختاما مشاهدينا، حتى هذه اللحظة لا تزال تعز الجمهورية كلها تقدم قرابين الحرية والكرامة في معركة استعادة الدولة، ونتساءل أليس من واجب الشرعية على الأقل إنصاف الشهيدة تفاحة وزينب وياسمين وكل الشباب وإنصاف تضحياتهم تاريخيا ووطنيا وماديا؟ هذا السؤال سيظل محمولا على أكف العتب للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي رئيس اليمن منذ فبراير الثورة.
شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.